الحقيقة على خلفية الممارسات الإسرائيلية المستمرة والاستفزازات التي يمارسها قوات الاحتلال مش بس في قطاع غزة وضد الفلسطينيين العزل، لكن أيضا بسياسة الاغتيالات وإشعال المنطقة بجو من التوترات والخطورة باتساع نطاق هذا التوتر ليشمل المزيد من الدول، والتحذيرات المصرية بشأن هذه التصعيدات الإسرائيلية المستمرة خلى منطقة الشرق الأوسط بتشهد توتر غير طبيعي وغير مسبوق في الأيام الأخيرة بسبب هذه الأوضاع المتأزمة، وأيضا الضغوط اللي بيتعرض لها الفلسطينيون بخلاف ادعاءات إسرائيل الكاذبة والمتعلقة بوجود أنفاق والحديث عن تمديد البقاء العسكري في محور فيلادلفيا كمحاولة للتغطية على الإخفاقات الإسرائيلية وما أنجزته في قطاع غزة من مكاسب أمام الشعب الفلسطيني الصامد منذ أكتوبر من العام الماضي. عشان نفهم الصورة بشكل أوضح معانا على تليفون دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، واللي هيفسر لنا خلفيات هذه التوترات ويشرح لنا كمان تأثيرها على الوضع الإقليمي. هنتكلم طبعا كيفية تأثير هذه الأزمات على العلاقات الدولية وأهمية كمان تحليل هذه التحركات العسكرية والادعاءات السياسية. دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك يا استاذ محمد، وصباح الخير على حضرتك استاذ هبه، اهلا بيك يا اهلا بيك. في البدايه، ازاي بيؤثر التوتر في قطاع غزه على الوضع الاقليمي في الشرق الاوسط؟ طبعا اساس المشكله في الشرق الاوسط هي القضيه الفلسطينيه واستمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه، لانه يعني عدوان ممنهج في سبيل سعي اسرائيل لاتساع رقعه الصراع. اسرائيل الان بتقوم باستهدافات خارج الاراضي الفلسطينيه، ودي رغبات متزايدة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في الحكم لأطول فترة ممكنة، ولكنها تلعب بالنار باعتبار أن ما تقوم به يؤدي قولا واحدا إلى زيادة رقعة الصراع، وأن المنطقة تنزلق بشكل واضح إلى حرب إقليمية شاملة، في ظل أن احنا شاهدنا يعني أقوى استهداف لأكثر من 3 عواصم سواء في الضاحية الجنوبية في بيروت أو في العراق واستهداف الحشد الشعبي، وأيضا في طهران باستهداف إسماعيل هنية، وكلها تؤثر بشكل واضح على الأمن القومي العربي وتدفع المنطقة دفعا إلى حافة الهوية، وهذه هي السياسة المتبعة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي إذا أرادت الإدارة الأمريكية باعتبارها هي المعنية باعتبارها أكبر دولة في العالم بخفض التصعيد، فعليها أن تضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف العدوان المستمر والمتكرر على قطاع غزة حتى يتسنى إلى تبريد باقي الجبهات وتلطفها بما يتوافق مع الرغبات الدولية بعدم اندلاع حرب إقليمية شاملة. دكتور حامد، ما هي الخلفيات الخاصة بالادعاءات الإسرائيلية بشأن وجود عشرات الأنفاق بين مصر، وإيه الدلالة اللي بتحملها هذه الادعاءات؟ طبعا يعني مدرسة الكذب في تل أبيب فتحت أبوابها بشكل واضح ليس الآن، ولكن هناك استهداف للدور المصري بشكل واضح في دعم القضية الفلسطينية. مصر هي أكثر دولة تقدم دعم حقيقي للقضية الفلسطينية وبالأخص في ال10 أعوام السابقة، ولكن طبعا نتيجة أن نتنياهو يعني فشل ذريع في عدم تحقيق أهدافه في قطاع غزة، وقام بإبادة كل شيء داخل القطاع إلا أنه لم يستطيع أن يحقق أهدافه المعلنة، وبالتالي هو انتقل بشكل واضح إلى استهداف الدور المصري باعتبار أن مصر هي يعني بدونها القضية الفلسطينية تصبح ضعيفة وقادرة على تنفيذ مخططه بتهجير الفلسطينيين ونسف القضية الفلسطينية ونسف مبدأ حل الدولتين من أساسه. وهذا ما ظهر بشكل واضح سواء ادعاءات كاذبة أمام محكمة العدل الدولية، تصريحات كثيرة من المسؤولين الإسرائيليين بأن مصر تقوم بتهريب السلاح من خلال أنفاق، وهذا على غير الحقيقة. الصور التي قامت إسرائيل بإظهارها أمام الرأي العام هي صور قديمة لأنفاق قديمة قامت القاهرة عندما كانت هناك يعني الإرهاب في سيناء، نجحت القاهرة بشكل كبير في القضاء على كافة أوجه الأنفاق التي كانت موجودة، وبالتالي إسرائيل ونتنياهو يريدوا إشعال المنطقة بشكل كبير في ظل انتهاج منهج واضح والإعلام العبري يسير خلف هذه الحكومة المتطرفة التي تسعى إلى اتساع رقعة الصراع. السلاح الذي الموجود في يد المقاومة الآن، الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقات في تهريب سلاح من الجيش الإسرائيلي وبيعه لحركة حماس قبل هذه الأزمة، وأيضا الجزئية الأخرى كيف وصل السلاح إلى الضفة الغربية. صحيح، تتجاهل إسرائيل هذا الأمر، تتجاهله تماما يا أستاذ محمد. طيب عظيم جدا.
واحنا بنتكلم دلوقتي يا فندم حضرتك بتقول عن ان اسرائيل فتحت العديد من الجبهات المختلفه، دايما بنسمع وبيرد الينا من الاعلام الاسرائيلي انه في خلافات مستمره ما بين نتنياهو وحكومه الحرب، ما بين نتنياهو والمعارضه، خلافات مع الشباك، لكن في النهايه بنلاقي اسرائيل بتفتح جبهات جديده للقتال سواء بالعمليات اللي حضرتك ذكرتها او غيرها. هل اسرائيل قادره على الاستمرار في هذا النوع من العمليات؟ طبعا اسرائيل غير قادره على فتح كل هذه الجبهات، يعني لك ان تتخيل ان حجم الانفاق العسكري الاسرائيلي اللي كانت بتصرفه اسرائيل على الجيش الاسرائيلي او جيش الاحتلال الاسرائيلي كان حوالي 3.3 مليار دولار سنويا، ما يوازي حوالي 12 مليار شيكل، وده بتصرفه هي دي الموازنه العامه للجيش الاسرائيلي على مدار عام كامل. الان اسرائيل انفقت مبالغ طائله على دعم جيش الاحتلال الاسرائيلي في هذه المرحله، لدرجه ان ما قامت بصرف ما لا يقل عن 33 مليار دولار في العشره اشهر بمعدل 3.3 مليار دولار شهريا، وده ضغط كبير. على الرغم من ذلك الا انها تسعى الى الانتقال الى مرحله اخرى، وهي مرحله استمرار الدعم العسكري الاسرائيلي الامريكي عفوا لهذه الجبهات، وتريد ان تجر المنطقه جرا الى مواجهه مباشره بشكل واضح مع حزب الله ومع إيران لتحقيق مصالحها بالتخلص من كل خصومها مرة واحدة، في ظل أنها تريد استغلال هذه الفرصة للسيطرة على قطاع غزة، للقضاء على حزب الله في لبنان، لمحاولة تنفيذ ضربة لإيران تكون هذه الضربة ممثلة في القضاء على المفاعل النووي الإيراني. كلها أهداف خفية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكنها غير قادرة على ذلك، لأن هذا سيؤثر قولا واحدا وسيؤدي إلى تهديد خطير لإسرائيل، وهذا يعني سيدفع المنطقة دفعا إلى حالة من عدم الاستقرار الكبير. وبالتالي في كل الأحوال أرى أننا في مفترق طرق، ما بين خفض التصعيد وما بين الاتجاه إلى حرب إقليمية شاملة. وفوق كل ما ذكرته ربما كمان المكاسب التي ترغبها الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات القادمة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية.